أشرقت شمسة بروحي أعزائي المشاهدين، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري من الكويت وزوجي عادل الشمري من الكويت أيضا. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك بالمشاهدين. في هذا البرنامج راح نكون على تواصل معكم، والبرنامج ضمن صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، وفيديو قصير نتأمل فيه، وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير بما يخص موضوع اليوم، وصلاة لجيرتنا الحبيبة الكويت، وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات على برنامجنا. نبتدي في الصلاة. عادل ممكن تصلينا؟ نشكرك على الصالح، نباركك نمجدك يا رب، نشكرك رب من أجل هذا اليوم، باركنا، بارك حياتنا يا رب، بارك يا رب هذا البرنامج يا رب. أيضا نصلي من أجل السامعين يا الآن الصالح، أنك أنت تلمسهم وتكلمهم من خلال هذا البرنامج، باسم الرب يسوع أصلي لك كل كرامة ومجد. آمين آمين. والحين شوف الفيديو عن بناء السفن في الكويت القديم. تعتبر صناعة السفن القلافة من أهم الحرف التي ازدهرت في الكويت على مدى 300 سنة ماضية، وكانت تضم أعداد كبيرة من الصناع القلاليف، والقلاليف هم عصب الحياة في هذه الحرفة، وإليهم ترجع الخبرة والكفاءة، وهم الذين يقومون بتصميم السفينة، وعملهم شاق، فهم يقضون كل يومهم ابتداء من طلوع الشمس إلى مغيبها في صناعة السفن الشراعية، وعرفوا بإتقانهم لعملهم وروعة ما أنتجت أيديهم، ويصنفون بأنهم من أفضل القلاليف في منطقة الخليج. أبو أحمد، بعد ما شفنا الفيديو شنو تعليقك عليه؟ صناعة السفن بنواحة كان يطلق على من يمتهن هذه المهنة هو القلاف، وتعدد أنواع السفن وأحجامها حسب استخدامها، كالسنوبر والبوم والشوعي والبغلة وغيرها من أنواع السفن. وقد كانت السفن تصنع في مكان على الساحل ويسمى النقعة، وقد تعددت النقع في الكويت قديما وامتدت على طول الشاطئ القديم. وبعد ما شفنا هذا الفيديو ذكرني في آية في الإنجيل، خلونا نسمع مع بعض من إنجيل مرقس 4:35. قال لهم في ذاك اليوم وكان المساء نعبر حق صوب البحيرة الثانية، فصرفوا الجمع وخذوه معاهم في الغارب، وكانت معاهم قوارب أخرى صغيرة. هبت عليهم عاصفة قوية فكان الأمواج تضرب القوارب حتى صارت تمتلئ في الماء، وكان أهو في آخر الغارب نايم. فصحوا وقالوا له يا معلم أنت ما يهمك أن نهلك؟ فقام وانتهى الريح وقال للبحر اسكت ابكم. هذه الآيات تعطينا أعظم مثال ورمز حق حياتنا الروحية على الأرض، أننا وإن كان الرب يسوع في داخلنا مثل ما هو في داخل السفينة ومع التلاميذ نايم، إحنا أيضا نجعله نايم ونبقى نكافح الأمواج المتلاطمة بقوتنا، ونرى ذاتنا ولا نرى السيد القادر على كل شيء، بل نتركه نايم ظانين أن بقوتنا وقدرتنا أن نصمد ونصد الأمواج، أمواج هذا العالم المتكالب علينا بفكرنا وبعقلنا وبقوتنا البدنية، وفاتنا أننا لا نقدر على هذا. ليش؟ لأننا ضعفاء أمام الأرواح الشريرة، ما عندنا قوة عشان نسوي أي شيء تجاهها بدون السيد المسيح له المجد، ولأنه يدري أننا ضعفاء، عشان كذي قال قوتي بالضعف تكمل. كذي كان التلاميذ يحاولون بجهد جهيد وبقوتهم الذاتية علشان ما يغرق الغارب، وفاتهم أن رب الكون معاهم ومهما حصل ما رح يصيبهم أي مكروه، فقاموا بنزع الماء من الغارب. نتركه ونستخدم قوتنا الذاتية ونعتمد على الغير، غير أبونا السماوي وربنا ومخلصنا ومعيننا الرب يسوع، اللي نقول عنه أنه ساكن في قلوبنا ويسكن معانا ومتربع على عرش قلوبنا.
نعم وهو معانا على طول، ويجب أن نؤمن فيه وفي قوته بأنه يقدر أن يخلصنا من كل مشاكلنا، وله القدرة على تقييد الشيطان ولو اقتضى الأمر ذلك. عشان كذي لا تخاف أي الأخ ولا تخافي أيها الأخت، مهما كانت المشكلة كبيرة ومعقدة وما لها حل، فإن حلها سهل عند الرب الغادر على كل شيء. فقط تعالوا إليه بالإيمان فإنكم راح تنالون ما تطلبونه فيكون لكم، لأنه قال لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي. أتمنى من اليوم أن نعتمد عليه وما نعتمد على ذاتنا وعلى جهدنا. فشكرا والرب يبارككم. ممكن نصلي على جيرتنا الحبيبة؟ اليوم حابين نصلي حق منطقة الصوابر، وهي منطقة من مناطق الكويت القديمة وتقع ضمن حي الشرق في مدينة الكويت وتتبع محافظة العاصمة. نشكرك على أن الصالح يا رب. اليوم نضع ديرتنا الحبيبة بين يديك يا رب، نصلي من أجل منطقة الصوابر يا لنا الصالح، أن تحفظ شعبها وتحفظها يا لنا الصالح. أيضا يا رب تعرفهم شخصك وتخلصهم يا لنا الصالح باسم الرب يسوع. صلي ولك كل كرامة ومجد، آمين. إن كان عندكم أعزائي المشاهدين أسئلة أو اقتراحات بخصوص برنامجنا، ما ترددوا أن تكتبوا لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لربي نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لربي نعمتك. لا تنشغل بالنميمة، بالحكم والإدانة، حكمة الله عظيمة، لا تأخذ مكانه. لا تنشغل بالنميمة، بالحكم والإدانة، حكمة الله عظيمة، لا تأخذ مكانه. خلي خلاصك، خلي خلاصك كل همك وشغلتك، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق. عنك الغرور وتوضع ترتفع، كون ملح ونور الكل بك ينتفع. خلي عنك الغرور وتوضع ترتفع، كون ملح ونور الكل بك ينتفع. يا تبارك من بركتك، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق، خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك، واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق، لا تفكر بدنيتك، قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك.
المسيح والخير دوم عمل. ضميرك يستريح والصعب لك يا سهل. عيش مثل المسيح والخير دوم عمل. ضميرك يستريح والصعب لك يا سهل. بقدرته مو قدرتك خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. بس بالروح واغلب اللذات تلقى همومك تروح. وتعدي غيرك فرحتك. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. خلي فكرك بفوق بفوق. لا تفكر بدنيتك واملى قلبك بشوق بشوق لرب نعمتك. لا تنشغل بالنميمة بالحكم والإدانة. حكمة الله عظيمة. لا لا تاخذ مكانه. لا 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 تنشغل بالنميمة بالحكم والإدانة. حكمة الله عظيمة. لا لا تاخذ مكانه. وخلي خلاصك. خلي خلاصك كل همك وشغلتك. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق. خلي فكرك بفوق.